تاجر المنصوري، وحياكم الله في مطبخنا القديم. مطبخنا القديم برنامج عبارة عن وصفات اندثرت ونحاول نحييها مرة ثانية، وكلها مأخوذة من كتاب المطبخ البحريني التراثي. خلكم معنا. زهراء وسلمان، الوصفة اللي اختاريت لهم إياها وصفة مشهورة للحين، الاسم معروف للحين، بس الطريقة أنا تعجبت منها أول ما شفتها. الطريقة جدا غير وسهلة. اختاريت لكم مفقع. هلا. مو صعب؟ والاسم صعب. شو هي عن المفطح؟ مشهور المفطح، وخصوصا في السعودية. اكيد انا متاكده انه مر عليك. سامع الاسم بس ما اعرف بالضبط. ايوه هو لحم. تحبين لحم؟ ايه. اوكي لحم وعيش خلاص. لحم ايدام وخلاص. الايدام هو لحم وعيش. اقصد الحشو. الحشو حلو. تعرفين شنو الحشو؟ الحمد لله وصلنا خير. تابعوني او تابعوني. تابعونا الحين بنقول لكم شلون طريقه المفطح القديمه. أول شيء قبل أن نتحكي عن الطريقة بقول لكم يا طويلين العمر، الشيء الأساسي اللي هو لحم. اللحم اللحم هني مني هاي الشيء المتغير في المفطح اللي احنا متعودين عليه. والله خوش شيء منتجنا اليوم مدلعنا يبنى لحمة ممتازة تبي حيديدة. انزين شوف، هو يفرق إذا كان اللحم بلندي ولا طبي ولا شيء حق المفطح؟ هو يفرق مو إنه بس حق المفطح، هو يفرق حتى في طريقة الطب والطعم والكواليتي الجودة. العربي لأنه مذبوح هني ومأكل هني ويعرفون شنو قاعدين يأكلونه، فتطلع جودته دائما أحسن وأفضل، خصوصا إذا كانت المزرعة مهتمة فيه. من الدول الثانية، في بعض الدول خلا أقول لك إياها تدلع مواشيها فتطلع النتيجة مبهرة، نفس مثلا الواجيو. الواجيو لأن البقرة مدلعة، يعني بالعربي عايشة دلع. عايشة دلع كامل. المهم في الكتاب عندنا هني يقول لكم يا طويلين العمر، لحم المفطح يقطع اللحم على شكل قطع كبيرة. هذه أول نقطة متغيرة. المفطحنا اللي نعرفه اللي يسمونه ذبيحة كاملة. ذبيحة كاملة يحطوها. إيه. الحين بديتي تركزين معنا؟ لا بعد. إنزين على شكل قطع كبيرة. إحنا عندنا شنو هني؟ لحم. قطع كبيرة. إنزين. ثم يسلق. قبل لا يسلق تضاف المطيبات، الماء السلق مثل الهيل، الكركم، مسمار، درسين والملح وإلخ. بهارات صحيحة. مني عندنا مكس بهارات صحيحة تحط لنا إياها. خلا غسل يدي أنا لأن يولت اللحم. حط لنا بهارات صحيحة عليه. زهراء تحط في بلنا الملح نحط عليه. خويا شف هاي شو اسمه مزرعة بهارات صحيحة، ما عليه. بنمشي اللعبة حين. يلا يبي لنا الملح حطيه، ويبي لنا ماي بنحط عليه ماي. اوكي كميه. اي اوكي ما تحمست. لا لا ما تحمستي، لا تخافين. زين يبي الماي، لومي اسود طبعا ضروري لازم. زين غرقي بالماي، تحمسي يا عيال. صيري كريمه. صيري كريمه وبنطبخه. بنسوي مفطح بس بطريقه جديده. اي خذ لي اياه وحط لي اياه في البريشر كوكر، جدر الضغط سعودي. زين على اساس انه ينطبخ بياخذ في جدر الضغط تقريبا 45 دقيقه او اقل على حسب الليونه اللي انتم تحبونها.
انا بحطه 35 دقيقة لان مكتوب في الكتاب انه بينطبخ زيادة مع العيش. ها حطيتوه؟ اي اوكي حياكم. على ما يستوي اللحم سلمون وزهرة تعالوا عشان نسوي الحشو لان مكتوب انه معاه حشو. حلو؟ الخيل والبصل. زين. الخيل والبصل. الحشو عبارة عن بصل. نخي. هني مكتوب يضاف الحمص. فهل قصدهم ان النخي النخي؟ والله النخي النخي. احس يمكن الباودر. النخي والنخي. احس يمكن الباودر. اي باودر. لا انا قصدي النخي. اللي هو هذا نفس المشمش بس اخوان. لا اعرفكم على زهراء من العالم الموازي. لا 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 ركزي زهراء لان تعرف في الحلو ازيد. لا زين خلينا نحط حمص نفس ما هو مكتوب. تمام لان شنو قاعدين نسوي؟ نعيد شوي اصدار جديد. اصدار جديد اي نعيد شيء اندثر قديم ومكتوب هني الحمص المسلوق. حلو بس اول شيء تجيبون لنا البصل تقصونه تبرزون لنا حق الحشو. تمام زهره انت عندك شغل غير لان المفطح يسوونه حق العروس فشغل شدون يعني تعرفون عشان شغل شدون لا؟ اي يعني شنو؟ شغل بسرعه بسرعه. لا انه بجد او شيء كذي يعني. لا شغل شدان يعني بسرعة بسرعة لازم تسوي. لا شغل وايد. نفس الشيء نفس المضمون يعني متعب عليه وبسرعة بسرعة نفس انه هو وايد المعنى بقلب الشعر فعلا. اللي يقولونه شغل شدان بس ترى هو شدان مأخوذة من شدان لأن خذوها من أظنتي يا أرامكو أو بوبكو الأوليين اللي كانوا يشتغلون كانوا لأن عندهم إنجليز يشتغلون معاهم فلين يصير شات داون في المصفاة مالت البترول يصير في شغل واير فلين يقولون لهم شات داون صار يعني there is a shutdown يعني في شغل تراخ. إحنا نقدر نتأكد من اللي يشتغلون في بوبكو على هاي الموضوع اللي يشتغل في بوبكو يعرف السالفة أو مرت عليه السالفة أو يدري إن إذا المصفاة صادها شت داون في شغل وايد أنا عارف إن في شغل شهور يصير على ما ينظفون ويعدلون وهاي يعني شغل متعب لدرجة إنه ما يقدرون يرجعون بيوتهم فلين قالوا شغل شت داون معناته شغل وايد مو سري؟ لا وايد ولا جدي. حلو؟ انزين شغل شت داون روحي نظفي العيش احنا حاطين عيش هناك غسله اي روحي غسلي العيش وهني نجيب لك القطاعه تقطع لنا بصل حق الحشو ما نبي كميه عوده صلى الله عليه اي لان احنا قاعدين نسوي كميه على عددنا على عددنا اوكي تمام انزين الحين كملتي غسل زهره اي حيوج اوكي الحين شوي الوضع معقد ننتظر بس نبدأ نسوي الحشو ونخلي جدر على صوب هني عشان تصير تحط لنا الحشو تجيبين لنا الزيت زهراء عشان تطبخين معاه وانا اقعد اسالكم ايش رايكم حلو نقعد نسولف ندردش اي يوم كنتوا صغار شنو كنتوا تحبون تسوون في رمضان صراحه كنت احب اطبخ يا امي في العصريه عصرية رمضان تصير طويلة أطالات الفيديو مسلسلات لازم مسلسلات إيه. لازم بس مسلسلات قبل أحلى من الأفلام مسلسلات أحلى يعني؟ والله شلون أنت شو رأيك؟ أنا أحس يعني الحين وقبل بعد ترى حلوين بس مو كلهم يمكن أنت تعودت على شيء معين يعني أنتم متعودين الروتين مالكم في رمضان العصر أن أنتم تقعدون تطلعون مسلسلات أيام المدرسة يعني ترجعين من المدرسة تروحين تطلعين مسلسلات ما تطبخين فضحنا زهراء عبر الأثير زين الحين أظنك البصل كفاية قصيته اي حط لنا اياه هني زين ونزل البصل هناك ليكين مسكين خليه بروحه كمل قص لنا الكزبرة
لأن مني مكتوب يا طويل العمر إن كيف نطبخ زهرائي بالنية؟ يضاف الحمص المسلوق، البزار اللي هو البهارات البحرينية، والثوم والزبيب واللوز، هاي كلها موجود عندنا، والليمون الأسود المقطع. نحطه داخل. إنزين، خل الحين يكمل تقطيع. أسرع. أسرع. الله. أوكي. تبين المواد صغار ولا أوكي شيء؟ لا لا أوكي شيء. لأن الحين بخليك تقطع لنا اللومي الأسود. في هناك لومي أسود يبي لنا ثنتين. أقطعه؟ وردي يا بس. لا بتكسره كذي وبتقطعه. كفاية ولا أقطع حضرين بعد؟ إيه. إيه لا كمل الليل الأخير. كمل الليل الأخير. ألو أخذي لنا قفشة عشان تطبخين دي. هاي اوكي. ايه. حركي من البصل، لا تنسى الثوم يا. ان شاء الله. ايه، وما يحتاج تقاطعه متساوي، تذكر انهم قاعدين يسوونه ايام اول. بس ترى هم شاطرين يعني بعد يعني. قطع لنا ثوم. الريحة حلوة ما شاء الله. اوكي، الحين ننتظر البصل لما يصير لونه فاتح. بني شوي لا؟ لا. بس فاتح يذبل. اوكي حق اللوم الاسود اقلب السكينه. اوكي ظهرها زين. ظهرها هاي بطنها. ظهرها كذي. ظهرها طويله. ايوه زين. حطها على الهاي وطق عليها. ايوه عرفنا اليوم اجزاء السكينه مع الشيف سلمان. بطنها، ظهرها، خشمها، كل شيء موجود. اوكي شيء ثنتين؟ اي لا كسر كسر. بعد. لان مكتوب هني الليمون الاسود المقطع. اوكي؟ بعدين الحين تحطين الثوم. حطيت؟ بسرعه بسرعه قطع الليمون. زين؟ وانا كنا صوت البريشر كوكر برز. أيه. فبروح اجيب لكم الماي لان بنضطر نسقي. انا جهز عندي اللحم ريحته حلوه. خلي شوي الحمص زيادة. حط اللومي. تمام. اوكي. شوف ما بيصير مر شوي. لا 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 لا. يحتقر لا لا لا. ما ظن. ما ظن. اي لا ما ظن. ليش يصير مر؟ ليش يصير مر؟ على الليمون. اي. اكو يسوونه شاي الليمون، يسوونه كل شيء. كان المفروض قطعه اصغر. بس بنمشي لك اياها اليوم. تمام. بس اليوم ها؟ وهذه الحمص نحط. ويقولون ان لازم نحط معاه زبيب ولوز. لوز بعد؟ حق الحشوة يصير حلو. اي لازم ننتظر على ما ثوم على الاقل تطلع ريحته ونرجع حق سالفتنا. خلي يطبع. مستعيلة عليه ما بيطير. يا عاد شكلها كلمة الريحة مالها. انزين الحين بقول لكم. قولها. في رمضان على سفراتكم شنو أهم شيء بالنسبة لكم؟ تريد الجيمات. الجيمات الأهم؟ تفطرين بجيموت يعني؟ أو السمبوسة سبونجرول. لا لا خلينا نركز على نركز على المولح. أنا ما عادش في الجيمات ترى أزياد يعني أنا من عشاق الجيمات. لا ما أحس هو شيء أساسي يعني. بالعكس رمضان لازم جيمات. لازم جيمات موجود. كلنا ما أحب الحلويات وايد. يمكن أهم من الفطير يعني. بالنسبة لي العكس. لا أنا بالنسبة لي العكس. لا أكيد. ما أحب الفطير. لا لا أنا اللي يخليني ما أروح آكل برا. لا أنا ما في تريد. ما في تريد. ما حد يضبطها.
اي ما حد يضبطه مال البيت طعمه غير. زياده على ذي لاحظت اذا انعزم في منطقه غير في البحرين طعم وايد يفرق. الطريقه اللي يسوونها غير بعد غير اي يعني اذا باكله من اهل محرج شوي تحسينه غير شوي سبايسي ثقيل خاطره صولونه. اذا باكله في محر في المنامه يسمونه ماي لحم شيء كذي لو نسوي ماي لحم اتوقع يعني بس مو تتوقع ما اسوي لانه ما اعرف لا بس ان لونه مو غامج يكون صح؟ ايه اي احنا في الاشتريد بخبز رقاق مو خبز خبال في ناس اي في ناس كذي في ناس تسوونه شلون؟ لا احنا مع خبز خبال انا احب رقاق اكثر صراحه لا انا احس اخف ما احب رقاق بس طعمه غير ما ادري اغرب شيء جربته اللي فوق الشكر فوق الشكر امي تاكله اي فوق الشكر قفل امي تاكله صح ما يناسب الطعم لا ترى حلو ترى حلو ترى حلو جربه وبعدين قول ما بين المالح والحلو اي لا لا في التريد في البوبر اللي هو اليقطين البوبر طعمه سويت صح بس حلو معه نجرب لا تقولي ما احس كلها تجارب انزين الحين عندنا هذه حمر شوي اي انزين الحين صب الماي لا 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 عندك كزبره اي اوكي شنو بعد انا كنت ابوي ذكروني لازم نشوف الكتاب مو لا حد يذكرني اي يبي الابزار الابزار بعد يختلف من منطقه لمنطقه ها بس احس نفس المكونات تقريبا الفرقيه بس في الحراره ها شباب بنحط معاه مرقه دجاج قولكم هو مكتوب نمشي على المكتوب الكتاب مال سنوات مال قبل 100 سنة تحس انه فيه مرقة دجاج؟ لا انزين نخليه يطبخ ونحط معاه مكسرات زبيب ما ادري تحسون انه صح؟ اي الحين بعد يحطون في الحشوة زبيب هو اللي مكتوب الحشو اللي هو الزبيب وال مو خسرانين شيء احنا نجرب له ننتظر ليه ما يذبل زين حطينا زبيب احس اساسا الحشوه بزبيب اي حلو لا طلع لك كنا هديه لا في تاكلين شيء حالي زين هاي حشوه راهيه ها شلون عود في ناس يحطون نخي راهي بس انا ما اسمع صراحه عندك شوف يعني بيتهم. لا احنا لا بس اشوف يعني هاي مال السوشيال ميديا احنا كلها يطلعون فيها ولا يتفنتقون اي ذهب وحط ما ادري شنو وما شنو حق الشكل حق الشكل اي بس هل ان الطعم يمشي؟ احس لا احس يعتمد على المكونات الثانيه يمكن شوف لازم نجرب شنو؟ عشان نحكم عشان نحكم زين نسقيب ماي اللحم شفت شلون يعني احنا ما نحتاج مرقه دجاج بدهنة اللحمه كنا طعم صار احلى زين خله شوي لا تخلط فيه خله شوي الحراره تثبت انا عيست وانا اعلمكم في مدينه الشباب كل ما خلطته والحراره تقل انا ما الحراره عندي تقل الماي عندي هني بعد يعني شويه حار بسبب بروده المكان فما بي تقل عندي بس الحراره قاعد اي وتخترب الطابخه ها من الملل اوكي الحين سقينا نرجع حق الكتاب اوكي نشيل اللحم ونحطه يجيب ملوس لا خليه خليه درجة الحرارة أنا عرفت ليش الحين رجعت أقعد في الحجرة وطالع شكله أمها طردتها تعبان ما تطردني من المطبخ صدق تطرد أختي هاي اللحم الله يا سلام ضيحة بخور القطع اللحم شلون تلمع شلون جميلة
جميلة مو قصدي جميلة. فهمت. زين نحاول إن ما نشيل معاه. أنا عشان كذي قاعدة أستخدم قفشتين. اللي هو البهار لا قصدك؟ أي. أحاول أشيلهم. بعضهم بيصيرون يعني بس إنه يعني قضاء وقدر. خطأ سهوة. إيه. زين. خليناه مكتوب إن نسقي بعد. زيادة بماء اللحم في مقدار معين شك ولا لا على النظر الكتاب هاي الحلو اللي فيه في نفس الوقت يعني صعب لما ما حطش المقادير المقادير أوكي. مو موجودة فصاير كنا مغامرة اوكي هذه يترك على نار هادئ حط الهاي كلها لو سمحت يس لين يرشون يحاولون يوزعون المكونات وقت الرش عشان المكونات تتوزع على كل شيء يعني الغلطه اللي سواها سلمان الحين شنو سوى عنده منقوع ماي وزعفران حطوه كله في جهه واحده ما بدي بخلطه لا لا ما بنخلطه سميت لك صار في اللحظه عندك الجواب في المخبى ليش ما طلعت الجواب سوى غلط ثاني بعد اي تحسب اخطاء الزعفران الحين هو الزعفران الحين لانه ما وزع له لو وزع كان شوف لاحظ ضغطه سهله اخر غالي. مره له زعفران غالي شوف لان اللون ما توزع على الكل حتشوفه بس بعد بيطلع لذيذ انزين الحين خلى نقرا فبعد ان تحضر حمسه البصل تسق الحمسه بنصف مقدار ماء السلق اوكي ويوضع عليها الرز ثم يضاف ماء مغلي حتى يكون استواء اعلى من الرز زين ويترك على نار هادئه وتعرف هذه الطريقه بالتسكير وعند التقديم يغرف الرز في صواني كبيره ويوضع عليه قطع اللحم وينثر عليه خلطه الحشو اوكي يعني نخلي الكتاب على صوب نحطه هني هاي نشيله لا نبي الماء نحتاج الماء لا نحطه على صوب لا نبي الماء الحين بنسوي له مستعيلة زهراء تبي تلم الأغراض تغسل المواعين بسرعة بسرعة عشان تأكل زين تجيب لنا مشخال طال عمرك على ما يجيبون للمشخال والماء أنا بشيل شوية من الحشو بسبقهم وبحطه عشان أحط العيش شلنا شوي من الحشو وحط العيش خلوه انزله بيدي عشان انزل كل عيشه حلوه كل عيشه ها نزلناه نوزعه الجدر اكثر اكبر من العيش بس هالكميه اللي احنا محتاجينها وترى جدا مهم ان انكم تستخدمون الجدور الصح لو استخدمنا جدر صغير حق هاي العيش يعني العيش تنتفخ وما تحصلها مكان تنتفخ لازم تعطون الاشياء حقها العيش بيكبر حجمها فلازم تعطونها مساحه الحين سلمان وين مشخال ما يحتاج خلاص هونت طلعت اسرع منك تخيل خلاص خلصي اي والماي الماي بهر يلا طلعت اسرع منكم شلون كذي هو لين الماي ليه ما يرتفع فوق العيش صح اي بس حياك سلمون خذ هاي عندك نحط اللحم على حراره بسيطه اللحم اوريدي استوى نحط ماي ونخليه يترس نفس ما يقولون وبنرجع لكم عقب ما يجهز واحنا قاعدين نجبه جهز المفطح كان جدا سهل اسهل من اللي توقعناه شوفوا العيشه شوفوا
سلام. طلعت شكل مغرق. اي طلعت اكلاتهم الاوليه اسهل، بهارات اقل، احلى. اي هاي كانوا يستخدمونها في العروس. ها سلمان، غدا يوم الجمعه عليك ان شاء الله، جمعة الاهل باذن الله. زهره ساكته هدوء عندها، لا ريحة ما شاء الله. وسهل، ما ادري ليش من اللي طلع الاشاعة ان الطبخ القديم صعب. اسرع سريع صدق والله. اي وخصوصا الحين مع التكنولوجيا لا ما يحتاج خاص بالحتفة دي. الله يا سلام. احسن شنو يا حم؟ شنو هاي عنا؟ صدق حلو. هذه حقي ها؟ إن شاء الله. لا الحين نحط الحشو صاير فيك إنه صوص ها؟ هاي الفرقية. الحين فهمت ليش إن كل واحد على جهة بروحه. محسوس دهن بعض. مع إن إحنا ما حطينا دهن وايد ها؟ وقع دهنة اللحم. دهنة اللحمة. طبخة شكلها جميل، مغري، وريحتها خنينة وسهلة ولذيذة. وهذه كانت طبختنا حق اليوم، إن شاء الله عجبتكم. الطبخة وايد قديمة، ما يسوون هاي الطريقة حين، لكن إحنا حاولنا أن نعيدها بالتكنولوجيا واستخدمنا جدر الضغط، وشفناها أنها وايد سريعة. الحين لازم نشوف كم هي لذيذة. وألف عافية عليكم مقدماً.